مين أحمد موجود أونلاين على الإنترنت ماشي أحمد الجولة ماشي أحمد رابح من 4,000 أحمد مشهور من 20 بار وتقريبا هاي طيب أجينا قديش إحنا عندنا أهمية ماشي أحمد عندنا أهمية ماشي أحمد وجود 5 مراسلين معتمدين من مشروع مدينة مطروحة من موقع كوريتيا موجودين بكوريتيا هذا بيعطينا دافع لنزيد المواد الموجودة لن خلينا نقول نزيد عمليات التدريب والتنسيق لكل ما يجري من حركة اجتماعية ثقافية إنسانية موجودة في المدينة. خلينا نتعرف هلا عن مواقع بأسوأ اللي نحن نتعرف هلا عن هل حلاحظ مثل مثلاً هذا الباب هو عبارة عن موقع كوريتيا بباب أخبار كوريتيا هذا كان خبر كيف استطاعوا بعد 40 سنة من الفتل مع بعض أبناء الجولان من الجولان الأسير إلى جزء الحرب أبناء كوريتيا ثلاث عن بعد المادة اللي سويها هو عبارة عن مادة الشمس هي مادة الشمس موجودة ضمن الجولان الأخير فإي سوريا حاول بشكل عام إنه يوفر دوملت مع الأحمر هي أحد المواد اللي مشهورة تماما يعني عدد سبب المخصصين لهذا الموقع يتم يعني أخذ المعلومات. نعم. إذا كمان نشوف مجموعة من الأبواب الأخرى اللي الموقع يعالجها. ننتقل مثلا لموضوع اللي له علاقة بالأعمال مثلا مثل خلينا نقول تسويق تفاح الجولان من داخل الجولان للخل إلى سوريا. فكان هي عبارة عن مجموعة من المواد حتى عملنا مقابلات مع المزارعين الموجودين في داخل الجولان والمزارعين الموجودين بطرف الآخر كيف هم استفادوا كيف قدروا فعليا يتواصلوا مع أهلنا في الوطن كيف يكون التواصل بين أبناء الجولان عبركم عبر هذا الموقع؟ بالحقيقة هي هي كمان جزء جميل جزء يعني نقول إنه تدريب نتيجة كل العمليات في أحد المواد الإعلامية المستوينة هي كانت كمان خاصية بمجد الشمس اعتصام فاللي مبثلت هذا الاعتصام هي أحد الشابات الموجودة في الداخل تمت مقابلة عن طريق الهاتف فعن طريق الهاتف نحن وثقنا هالعملية الصور موجودة وبعثت عن طريق الإيميل دونت المادة صارت موجودة عندنا نعم نعم هلا في عندنا كمان مجموعة من المواد هي كمان عن تفاح الجولان هي المادة اللي نحن حنشوفها بعد شوي اللي هي قصة غضب من مجد الشمس هي المادة اللي كنا عم نحكي عليها كيف طبيعي مثل هاي مجموعة من المعلومات عن طريق الهاتف مع السلاحين بالجولان والأسرة
مجموعة أقطع مسؤول فعليا عن طريق الإنترنت الجادة ويتم عن طريق إيميل عن طريق التواصل البريد الإلكتروني مقابلات خلينا نقول للمواطنين اللي عبروا من الجولان الأسير إلى سوريا مجموعة متكاملة فعليا نحاول شتى المجالات ونحن نتواصل مع أهلنا داخل الجولان ذكرت حضرتك انه هاي الطرق العنكبوتيه يعني مختصه بجميع محافظات القدس ومن ضمنها ايضا يعني القدسية والجولان يعني كيف تعملون على باقي المحافظات؟ طبعا نحن